في الاستوديو ينضم الينا المتحدث باسم وزاره الخارجيه دكتور احمد الصحاف. مرحبا بك دكتور. اهلا دكتور. مرحبا دكتور. في العاشر من كانون الثاني من العام 1920 تم تاسيس عصبه الامم المتحده بعد 12 عاما. في الثالث من تشرين الاول من العام 1932 تم ضم العراق الى هذه العصبه بعد طلب قدمه رئيس الوزراء انذاك السيد نوري السعيد، وحسب عهد الامم المتحده او عصبه الامم المتحده برقم 22 تم قبول العراق وفق مقومات طبعا انه اصبح دوله مستقله وان له جيشا يحميه وان له مؤسسات قادره على اداره الدوله. هل كانت هذه المقومات التي جعلته أول دولة عربية ينضم إلى عصبة الأمم المتحدة جعلته متبوعا لمكان على مستوى الملفات الدولية، على مستوى ملفات مهمة في الإقليم على أقل تقدير في المنطقة الإقليمية؟ شكرا جزيلا لحضراتكم وتحية لجمهوركم الأكارم. المادة 22 من عهد عصبة الأمم هي تعنى بالانتداب، وبموجب ذلك أصبح العراق مؤهلا بشكل تام للخروج من الانتداب البريطاني بعد أن كان وقع تحت سلطة الاحتلال العثماني لفترات زمنية طويلة. تحقيق الدولة العراقية لاشتراط والتزاماتها وإعلان هذه الالتزامات بمشاركتها مع جميع شركاء العراقي وأصدقائه آنذاك، وبرسالة قدمت من السيد رئيس الوزراء آنذاك نوري باشا السعيد في 12 من تموز 1932، وفي يوم الاثنين 3 تشرين الأول 1932 في الساعة 11:30 صباحا، وبمثل هذا اليوم كان أيضا يوم الاثنين، حاز العراق على قبول عضويته في عصبة الأمم. تأتي هذه المقبولية في إطار أن الدولة العراقية أصبحت مؤهلة للإيفاء بكامل التزاماتها فيما يتعلق بالسيادة وبسط نفوذها على كامل أراضيها، ثم أن لها التزامات ومردودات مالية تستطيع من خلالها القيام بمصالح إدارة الشؤون العامة، إضافة إلى قوانين تنظم الحالة العامة في البلاد. كل هذا في الحقيقة يحيلنا إلى أن الدولة العراقية نشوءها الحديث إنما اكتسب قيما امتدت لتسجل أول دولة عربية تنضم إلى عصبة الأمم، وهذا بالحقيقة يشكل رافعة لمعنى الدولة وهياكلها ومؤسساتها الدستورية في العراق، وأيضا يؤرخ لقيم مبكرة جدا للدولة العراقية بهذا المضمار. طيب دكتور، هذه الخطوة هل أسهمت في تعزيز استقلالية العراق وتجاوز أزماته خصوصا مع الدول التي كانت وصية عليه؟ هذا في الحقيقة يعكس إرادة الدولة العراقية والقائمين على شأن نظم المصالح العامة. العراق وبحسب الوثائق التي نشرتها الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية العراقية وشاركتنا فيها قناة العراقية الإخبارية، كانت الوثائق التي حصلنا عليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان كلها تؤكد على أن ثمة إرادة كانت منتظمة لإدارة الفاعل السياسي العراقي آنذاك، وتحول العراق بموجب ذلك إلى طرف موثوق به لدى جملة الأعضاء في عصبة الأمم، وفي ضوء ذلك أخذ العراق يشرع بتحقيق التزاماته الدولية تباعا. بمراجعة بسيطة وهنا نتحدث للتاريخ، ألم يكن هذا الانضمام صوريا بمعنى أن بريطانيا بقيت موجودة في العراق، بقيت تتدخل إلى فترة طويلة بعد هذا القرار؟ السيادة العراقية في الحقيقة أخذت تتكامل تباعا شيئا فشيئا، والأداء الحكومي إذا ما تعقبناه على وفق التحقيب التاريخي لنشوء الدولة الحديثة أخذ شيئا فشيئا يتكامل ويرتقي إلى أن وصل إلى درجة المقبولية للانضمام في العام 1932، ورغم ذلك بقيت كثير من أجزاء وفواعل الدولة العراقية في إطار النشوء والارتقاء. هكذا هي الدول عادة، حينما تقوم تحتاج إلى أسقف زمنية لإتمام قيام هياكلها القانونية والدستورية خصوصا في تلك الحقبة. طيب، والعراق كان قد خرج للتو من الانتداب البريطاني. طيب دكتور، هل ثمة مشاريع عراقية لتبوأ مكانة مهمة في عصبة الأمم؟
العراق في الحقيقة وفقا لما تخطه الدبلوماسية العراقية اليوم في الحقيقة يتصدر موقع جدا مهم في علاقاته الإقليمية والدولية، وكفى بالخارجية العراقية أنها ضلعت في أن تكون فاعلة في نسج حوارات جماعية تعزز إعادة موضع الدور العراق ضمن نسق تفاعلاته الإقليمية والدولية. نرى بشكل كبير المقبولية العراقية، قصص النجاح التي يخطها ويسطرها حقيقة أبناء شعبنا العراقي وتجليات أبناء شعبنا في مؤسسات الدولة على مستوى الأجهزة الأمنية ونحو ذلك. واضح دكتور، بما أنك متحدث باسم وزارة الخارجية فكل عام وأنتم بخير، ونتمنى المزيد من النجاحات الدبلوماسية العراقية. شكرا لك وتقدير. شكرا لك الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية. شكرا لك. شكرا.